اليوم حاب أشارككم أفضل تجربة مريت عليها. طبعا هذه مو أول مرة أسويها، ولكن هذه المرة حبيت أشارككم إياها. طبعا هي خاصة بتنظيف الجسم كامل، أهم شيء الكبد والزائدة والمرارة والقولون، وطبعا تحس إنك إنسان تاني بعد ما تسويها. الأشياء اللي محتاجينها شرنجة أو إنما، ملح إنجليزي، ليمون، زيت زيتون عضوي، مهم انه يكون زيت الزيتون عضوي بغض النظر عن الشركة هذه او غيرها، وكرتون تفاح. هذه بس الاشياء اللي نحتاجها، وراح ان شاء الله مع الايام اشرح لكم كيف الطريقة. نحتاج 6 ايام طبعا، ممكن 4، وراح يكون بيرفكت. اليوم هو الخامس، بكرة آخر يوم في عملية الفلاشينج أو التنظيف. طبعا راح نسوي آخر شيء في كرتون التفاح، نسوي تقريبا آخر جك عصير تفاح راح نشربه، ونبدأ في آخر خطوة بكرة إن شاء الله. وأوفيكم بالتفاصيل بإذن الله أول بأول. هذه جرعة الليلة الأخيرة من الملح الإنجليزي قبل عملية الفلاشينج أو التنظيف. بسم الله. مر، الملح مر، بس اللي والف يشرب الشاي مر، خاصة الشاي الأخضر، ما راح يحس فرق كبير يعني. هذا هو التجهيز الأخير لكاسة اليوم. عصير ليمون فريش بدون بذور. الخلاصة النهائية كاسة زيت زيتون وكاسة ليمون طازج. هذه آخر كاسة من الأوبسم صود أو الملح الإنجليزي. خلاص كده يبقى عندنا خلاص آخر خطوة
وقلقنا موضوع التنظيف. طبعا في الفترة هذه في أصوات عالية تطلع من البطن، ودي أسجل لكم إياها بس ما أظن إنها تكون مسموعة. البطن بشكل عام يقربع وكذا، تحس إنه فيه اخطباط، يعني هذا شيء طبيعي جدا. نشوفكم في النهاية. السلام عليكم. اليوم كان آخر يوم في عملية التنظيف، الحمد لله انتهيت منها، فحبيت أشرحها مفصلة عشان كثير سألوني عنها. في البداية أنت لازم تقرر، العملية تحتاج تقريبا أسبوع. بعد ما تقرر، أول ما تصحى من النوم في اليوم اللي أنت قررت فيه تبدأ هذا الأسبوع، لازم تشرب شربة أو زيت خروع أو ملح إنجليزي براحتك، ولازم تسوي شرنجة أو إنما مشروحة في الإنترنت، في اليوتيوب اكتب انما اطلع لك. بعدها الاسبوع ده كامل لازم اما تشرب لتر عصير تفاح فريش، او تاكل ما يعادله من التفاح في حدود 12 الى 10 حبات يوميا، او تحط نص فنجان شاهي خل تفاح عضوي في لتر مويه وتشربه على مدار اليوم. واحد من الثلاثه هذه لازم تسويها، ضروري جدا. بعد استمريت على اليوم ده، اليوم ده ما ينفع تأكل طبعا الأسبوع ده كله بدون لحوم، بدون مشتقات اللحوم، يعني لحم، دجاج، سمك، مشتقات لبن، حليب، زبادي، زبدة، سمن، هذا كله ممنوع، يعني تكون نباتي 100% في الأسبوع هذا. تبدأ زي ما قلنا شرنجة شربة أو شربة بعدين شرنجة، بعدين تشرب عصير التفاح أو 10 حبات تفاح تأكل، أو خل تفاح نصف فنجان في لتر، هذا بشكل يومي لمدة 6 أيام. بعدها حتى القمح تحاول تقلل من القمح قد ما تقدر، لأن القمح نوعا ما مجهد للكبد، وإحنا بنحاول ننظف الكبد وما نبغى نضغط عليها، فبالتالي تأكل خضروات وفواكه قد ما تبغى، ما في مشكلة، خاصة الخضروات الخضراء. في اليوم السادس، ليلة آخر يوم، في الليل، في اليوم قبل ما تنام بحدود 10 ساعات، خلاص انت عارف انك تنام مثلا 10 في الليل، قبلها ب10 ساعات تصوم ما تأكل ولا تشرب أي شيء. بعدها 6 ساعات انت صايم، تشرب ملح انجليزي اللي هو ملعقة ملح انجليزي في كاسة موية، تذوبها وتشربها. بعدها كمان بساعتين تشرب كاسة ثانية. بعدها بساعتين تجيب عصير ليمون تعصره بدون الفصل تبعه، فريش يكون نظيف، وتجيب زيت زيتون عضوي ينباع موجود في السوق، زيت زيتون عضوي، تخلط نص كاسة زيت زيتون مع نص كاسة عصير الليمون، ولما تروح على الفراش خلاص جاهز للنوم، ما في أي شيء بيحرك ثاني، تشرب الكاسة هذه وتنسدح على الفراش. يفضل إنك تنام على جنبك اليمين بس اتس اوكي، براحتك يعني. المهم إنه ما تقوم تتحرك ولا تسوي أي أكشن في الفترة هذه اللي هي أنت بعد ما شربت فيها، على طول يعني خلي النوم لين يكبس عليك النوم، اشربها ونام. تصحى الصباح إن شاء الله تكون أمورك طيبة، تروح وفوت بكرامة الحمام، كل شيء يكون طبيعي. لين تشوف نفسك استقريت خلاص، ما انت محتاج راحة حمام كثير، هتشرب برضو ملح انجليزي ملعقة في كاسة، وبعد ساعتين كمان تكرر المسألة هذه، وبعدها كمان تسوي شرنقة مرة ثانية. بعد ما تنتهي من الشرنقة انت كده انتهيت، نضف تقريبا الجسم، راح تشوف يعني. انا تمنيت اوريكم كمية الحجارة اللي خرجت، شيء مو معقول، شيء صعب انه ينحسب اصلا، ما ادري مئات الاف، ما ادري ايش اقول لكم، المهم شيء كبير، فتخرج منك حجار بشكل مو طبيعي. وبس بعد كده تبدأ تمارس حياتك، حاول انك تحافظ على نظامك الغذائي في البداية. بالنسبة للي في ناس يعني كثير يسوون هذه الطريقة من غير ما يلجؤون للأسبوع والموضوع التفاح وخل التفاح الموضوع ده، فيبدون في على آخر يوم زيت زيتون وليمون وكذا، الموضوع ده أحيانا ينجح بس أحيانا يكون خطر، لأنه يحرك الحجار
اللي داخل الكبد والمرارة من غير ما يطلعها، ممكن تسبب لك مشاكل وآلام، واحتمال انه يخرجها لك بس تخرج بشكل يابس، فبالتالي هتسوي لك ممكن جرح في المستقيم ومشاكل كمان كثيرة. فالأفضل انك تتبع الاسبوع التجهيزي هذا قبل ما تصل ليوم التنطيح، ضروري جدا، لانه هيحول لك الحجار هذا الى مادة طينية تقريبا، تخرج بكل سهولة ما تحس بيها، بس راح تشوفها ان كل الوانها مختلفة، فتشوفها وتنصدم. في النهاية حبيت أذكركم شيء مهم، أنا ماني دكتور، أنا ماني مختص، أنا مجرد نقلت لكم تجربتي، وأنتم حرين سواء حاولتوا تطبقوها أو لا. شكرا للمتابعة، تشاو.